و uh, وانا في المدرسه يعني انا عملت فاند ريزنج ايفنت وانا في ثانيه ثانوي عشان اعمل فاند ريزنج ل... اعمل فاند ريزنج البروم بتاعي اللي هو بعد سنه واو wow. just because i wanted to do an event okay. ف fell in love with events in general من وانا عيل صغير عملت بروم وعملت ايفنت تاني وانا في المدرسه and then i started وركينج um, working back في university activities اللي في ام اي يو في بقى الايفنتس بتاعتهم مش في بتاع فاي لوف ذات ايفن مور and then وانا في ثانيه Uh, كذا حد ابروتشني اللي هو ريد بول از لونشينج ان ايجيبت وذ ريكروتينج وبتاع ذي لوكينج فور سمون ون ده ده از ا وايل اجو اه 2008 اوف يب فريد بول از ريكروتينج وبتاع وبيدوروا على حد في ام اي يو هم ذي ون هاير ون ستودنت بير جامعه وهم اربع جامعات ام اس اي ام اي يو اي سي يو جي تو سيلكشن بروسس اه بس غالبا بقى انا uh, كذا حد قال لي فكل حد كان بيقول لي بقول له اهو oh, ابعت له السي في بتاعي اللي انا عملته اصلا امبارح <laughs> هو كان صفحه مفيش آه حاجه يعني مش مش لحاجه اكتبها بروم اورجنايزر وشكرا كده خلصت فاهم <تصفحة> مفيش حاجه ثانيه ف, ف... فبعت لهم السي في فالمهم رحت كان اصلا ما كانش في مكتب كان كراتين يعني كان لسه ديسك نفسه ما جاش wow. اه وكنا على سطوح الموزع بتاعنا ومتقفل وكده عشان لسه بقى ما استلمناش المكتب وكل الحاجات دي فرحت عملت انترفيو سوبر نايس جاي one of the people that taught me so much يعني يعني my boss and his boss GM, اللي هو جي اللي الياس حنكش ده من الذ الناس اللي قابلتها في حياتي يعني شخص يعني هو از فيري انسبايرنج من غير ما يعمل حاجه يعني هو عارف بني ادم اللي هو قال لك جود جوب انت ممكن تسيح بقى وتحس اللي هو يا لهوي وبتاع مش فيه هو كان بني ادم ده فيري ويل سبوكن كان خطير اني <applause> عملت <applause> الانترفيو تمام يلا بينا شكرا شكرا uh, بس اي جوينت كومباني اند ذن اي جراديويتد 2008 2008, oh eight, okay. And in 2010, you're in a student program. For when you graduate, unless you're a top performer, for then they offer you a job if there is a vacancy. ف 2010 I graduated economics finance اصلا هو بقى اللي هو عايز سك بقى اللي هو ايه ايكونوميك اناليسس وبتاع كده اه لا انا انا بحب اه انا بحب الارقام قوي بجد قوي يعني اه oh, that's, that's so different. the only, different as to the only you thing right that now. makes sense in the world the only thing that makes sense in the world لحد النهارده is numbers interesting ايوه ايه ده 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 numbers بالنسبه لي like بجد everything بجد اه oh. okay. فكنت ناوي اكونومكس سو ماني كويشنز فمش فكنت ناوي كنت ناوي كنت ناوي اخش اشوف بقى اللي هو ايه وات كان اي دو اكونومكس وبتاع ومش عارف ايه وبرده راد بول كان لسه اللي هو احنا بنهزر برده في المكتب آه احنا كلنا على بعض الشركه بالستودنتس اللي بيشتغلوا وبتاع كنا بتاع 12 فاهم الشيء وراد بول بقى اللي هو والناس كان بالنسبه لهم الموضوع غريب اللي هو استنى يو دو جايز دوينج ف بس اني ويز اتخرجت وحسيت اللي هو لا يو نو اي ستيل لاف ذيس كومباني اي لاف تو ستي وهم they دينت هاف a vacancy but they had something كده اللي هو ايه بارت تايم كونتراكت فيبقى اللي هو ايه انت موظف بس انت مش موظف فقالوا لي ار يو انترستيد قلت لهم اه oh. uh, قالوا لي بص يعني ذس ميت لاست اير تو ييرز بس احنا تل وي هاف ان اوبورتونيتي ان احنا اوبن ا فيكنسي هو ايه فرق يعني مفيش فرق قوي يعني بس هو اسمك متسجل على الشركه او متسجل ثرو ثيرد بارتي فقلت لهم لا يو نو اي دونت مايند ولو حسيت في النص اللي هو لا يا يعني جماعه مش هقول لكم باي باي عادي يعني بالظبط كمان بارت تايم جيفز يو انف تايم تو وات ايف يو ونت لا لا اتس ا فول تايم جوب وذ بارت تايم كونتراكت فاهم قصدي؟ اه اتس اكا اللي هو ايه هو تحايل على القانون ان انت okay. ما ينفعش ما انت برضه في الاخر مالتي ناشونال فا نيد تو بس ثانيه از بارت تايم انت يو ستيل جيت ذا بنفيتس بتاعت اللي هو والكلام اه yeah, yeah, yeah. طبعا يو جيت ات؟ يس يس بس اكنك سون براند مانجر اوكي بس انت بتيجي تشتغل المكتب كل يوم الساعه 5 اوكي وي كان بس بارت تايم بالظبط بس از اوكي فعملت كده لمده سنه وشهرين اوكي and then October so late 2011. في 2011 اكتوبر 2011 بالظبط. They're like uh, احنا we are starting the culture marketing department in Red Bull. The culture marketing department. اه uh, و okay. we want you to uh, we want you to be the person that takes uh, takes on this lead وانا اكتوبر 2011 ده انا عندي 22 سنه. وبقالك سنه متخرج تقريبا. بالظبط وبقى اللي هو what is cultural marketing معلش. ميوزك فيلم فاشن ارت ديزاين اند دانس حلو قوي تحفه عامل ايه بقى انا بتاع ارقام بالظبط لا ايوه لا لا مارك كتير بقى وتعلمت شويه حاجات بس احنا ما كانش في ديبارتمنت دي ديد نوت اكزيست ريد بول اوكي فما فيش حد اتعلم منه ما فيش حد يديني يعمل لي هاند اوفر ما فيش حد يقول لي 1 2 3 4 5 اللي هو ايه تمام انا اصلا كنت عايز اسالك عشان بس من غير اقطع كلامك عشان يو سينج ان انت متخرج فاينانس ميجر ايكونومكس ماين فاينانس يس سو ايكونومكس اند فاينانس وبتقول بتاع ارقام قوي الترانزيشن that must have been very new. Help me big time. Really? Put back discipline ما انت برضه خلي بالك يعني ايه Red Bull عندك بقى اللي هو ايه اللي هو كده اللذاذه وبتاع بالظبط. Numbers help make sense to everything that you're doing. فبقى from an ROI perspective, planning perspective, budgeting perspective. في budgeting مهمة. I was way ahead of my age. و انا بني ادم I do not take no for an answer. يعني مثلا لو احنا اتفقنا انه this is going to happen, this is going to happen. No boy, وانت مالكش دعوه بقى ايه اللي هيحصل يعني انا لو مت البتاع دي هتحصل بطشريه يعني فاهم بس اللي هو خد بس اه اللي هو فاهم يعني مش قصدي اللي هو I'll make it happen فاهم قصدي يعني yeah, things yeah. over my dead body اللي هنتفرج عليه هيحصل بس ف I had this kind of attitude mm. فهما they like oh ايه this, this is great اه بالظبط ف و like that's full of energy was willing to give and he's young and he's passionate بالظبط اه oh بقى وعايز اتعلم <applause> يلا بقى, بقى عايز تحرق وفن بقى واصلا ريد بول سو ماتش فن فبقى انا مبسوط انا يعني يعني مع ناس قدي بنعمل حاجات لذيذه مش طالع حاجات بالنسبه لمصر كلها مش عاديه يعني زمان لما كنا بنقول لحد انا بشتغل في ايه؟ يعني ايه وبتاع واللي انتم بتعملوه اوف ده خطير هم بالنسبه لهم كان مثلا the the minis with the, with the with the with our wings they used to sample people this was like اللي هو it's crazy بالظبط حاطين ريد بول على بالظبط بقى اكس فايترز والموتوسيكلات اللي بتشقلب عند الاهرامات فاللي هو انتوا مجانين وانتوا بتاع ويك بورد يجي بقى يغرق المارينا في الساحل ايه ده؟ فبس ف it was كمان بقى very يونج age كان بقى اللي هو اوف بقى حاسس بنفسي بقى اللي هو شو في الدنيا وبتاع

وذا بيوتي اوف ادبل واز اللي هو ايه ترايل اند يعني هنجرب حاجات وهنتعلم خيشنا هنعرف منها ازاي نعمل حاجه احسن واحسن واحسن قعدت سنه ونص بخيش بس اوف اه بس وبقى فرستريت بطريقه مش عاديه بروح لمديري كل يوم اقول له انا ما بستاهلش اللي انا باخده ده و um, I فيل لايك اي ريلي دونت ديزيرف تو بي هير He was trying to guide me, but he doesn't know what cultural marketing is. So he came in. For he's trying best to help a lot of martingarab, Garab. For at least I wasn't. I, the, the only thing was, and I wasn't standing still. Yeah, This is what he appreciated. first and then after a year and a half of learnings, best then we picked up. He. فبقى رادبول بول كلاش في ريد بول في الشارع في ريد بول في ريد بول مزيكا في ريد مش عارف كذا كذا بالظبط ولا لا it was كلتشر ماركت اونلي بقى اه ما في سبورتس اساسا دانس اند وكان بالنسبه للناس اللي في مصر دانس واي دانس وبتاع عندنا بريك yes. مش عادي yes sir اللي كان في لا، oh, that was, was dancey style. that was bad no style dance. Righty, okay. when it's cool and hip and new. ده منه هو في ألفين وحد عشر. world champions بيتابعوا عليه وبيعملو. but lives in China. he's one of the best break dancers in the world. he's dying to represent Egypt in Olympics 2024. he وائل عايز في الصين من كتر ما هو في مصر هنا كان اللي هو مش طبعا بالظبط ده مش بقى يا متني ده انت يا متني ويا عرجوز آه. ولا ما بيبقى في حته بقى بيحاول يرقص <applause> ايوه حتى بيحاول يرقص بقى اللي هو واد بيرقص واد رقاص يعني ايه انت <applause> فاهم فده بقى ليفل بقى اللي, اللي هو مع ان هو اصلا وحياه ربنا هو اصلا مبدئيا عضلاته وحجم عشان اللي هو بيعمله ده طبعا في كالستريكس ممكن يرقع يرقع اي حد على بنت 60 كلب هما كلهم عاملين كده بس مش

Let's explore. فانا yeah. بقاعد قاعد بزق ومحدش بيقول لي وقف يعني هو بالعكس بيقول لي تحفه زق اكتر زق اكتر زق اكتر لحد ما أم وصلت البوينت ان انا ابتديت احس إن هو قفلت اللعبه دي وقفلت الشغلانه I don't think there's nothing more that I can do and then UGM that I love and appreciate very much there is UGM GM at the moment

لا انا ممكن اعيش في كندا عادي بجد اه للدرجه دي بس yes. وبقى في حاجات بقى غريبه قوي يعني مثلا تكتشف ان ناميبيا دي ناميبيا دي سايت نيكست تو ساوث افريكا اوكي اه تحت خالص اه okay. it was a جيرمن كولوني فهم اصلا بيتكلموا الماني و هم ذا 1.6 مليون اي ثينك maybe 60% اوف ذم are وايت ايه اه مش دول اللي مراد ادم that... لافين بالظبط مراد ادم لافين از ناميبيان انترستنج انا كنت فاكر ان ناميبيا ده يعني شيز افريكان امريكان شيز افريكان فا سكي يعني شيز دارك دارك سكين يعني طلع ان لا شيز وايت اه وما كنتش فاهم وبعد كده بقى لما اشتغلت بقى مع الماركت بقى ده هم دول الجيرمنز اه يا جماعه انتوا انتوا اصلا بيتعلموا الماني بيتكلموا الماني اه اه المان بلوند اه وحاطين جيرمن فلاجز افري وير بتاع I think I واتش a documentary about this it was very interesting كانت دوكيومنتري بتقول لك ان ازاي التوب تير ناتسيز ايام الحرب العالميه الثانيه ايام لما هتلر لما المانيا خلاص الامباير بتاع المانيا كان بينهار ان ازاي they fled mm -hmm. and they went they went to Africa oh, they went to, oh, and they okay, started yeah. colonizing. They did all over again بقى. Like the, white okay. the whites colonizing. Yeah. Which was very very interesting. فان انت تسافر وتشوف الحاجات دي first hand. اه. اكيد حاجه مرعبه. It was very 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 interesting. قعدت سنتين. وبعدين I got sorry. وبعد كده I got lucky في uh, كورونا. I was lucky. I was very lucky ان في كورونا I got the opportunity to be marketing manager of Egypt. Uh, كنت فاكر ان انا بادر، but then I realized and it was one of the best things that happened to me in Corona helped was, was worked in my advantage rather than how? working in my disadvantage. how We've shifted the program completely um, because we, we weren't able to do the big things that we used to do, زي like Red Bull Soundclass, or Red Bull Shire, Red Bull Car Park Drift, اللي هي فيه. و Budgets because we wanted to invest in Egypt because we believed in the potential بغض النظر عن Corona ولا لا. كان كان موجود فطب ما انا ما عنديش الحاجات دي كلها فاعمل ايه؟ فوي ستارتد اكسبلورينج مور فايت كيف مي مور اوبورتونتي ومور روم ان انت تعرف تجرب حاجات فيرست ان انت يو هاف بادجتس لوكت اوفر سبيسيفيك ثينجز وذن ذير بس فبقى 2020 -20 دي كانت كميت ليرنجز لان انت يو اوبند سو ماني بقى ديفرنت بقى بلاي جراوندز اندستريز وديفرنت بيبول ذي وركد ويذ فطلعنا منها اللي هو ايه ده احنا عملنا سنمت كلب ان احنا, احنا اصلا كمدخلين متخيلين ان احنا قاعدين في بيتنا ما بنعملش حاجه بس وكنا دايما متخيلين الريد بولز فيري اوت دورز والريد بولز اول اباوتش فيه بس اكشلي بقى الموديل وركت اوت بيرفكتلي فتعلمت اكتر ما كان ممكن اتعلم لو كانت السنه دي ما كانش فيها كورونا يعني لو كانت سنه عاديه وبنعمل نفس الحاجات اللي احنا بنعملها اي واز بارت اوف ذا تيم اي نيو ات اول ديفينتلي ات وود هاف بين ديفرنت اف اي واز ان ماركتنج مانجر اوف كورس بس نوت ذات ديفرنت بس لما بقى تشتغل شغلانه جديده وتعمل بقى حاجه اصلا مختلفه تماما ذا واز لايك اللي هو او واو ايه ده بس